الكثير يسأل يقول احنا الآن في غضب الله ام في نعمة الله؟ لا، واقعا احنا في غضب الله. الإمام علي عليه السلام يقول: إذا غلت الأسعار وسلط عليكم حكام الجور فاعلموا أنكم في غضب الله. كيف ما تزلزل الأرض تحتنا وإحنا يقتل بعضنا بعض؟ كيف ما تزلزل الأرض تحت أقدامنا وقد كثر الزنا في نادينا؟ كيف ما تزلزل الأرض تحت أقدامنا ونحن قد ألحدنا في الله، قد كفرنا بالله، قد سببنا الله وشتمنا الله عز وجل شتم علنا؟ كيف لا يتزلزل أو تتزلزل الأرض تحت أقدامنا ونحن قد بارزنا الله بالربا؟ ارجع إلى القرآن، القرآن يعتبر أن الذي يجهر ويجاهر بالربا فقد بارز الله براز، والله شديد العقاب. والناس اليوم أكلت الحرام وأكلت الربا، كيف لا يتزلزل أو تتزلزل الأرض تحت أقدامنا والمظلوم محترم واللئيم مكرم والظالم محترم؟ كيف لا تتزلزل الأرض تحت أقدامنا؟ العالم مسطل، الله ترى، خلي بالك، العالم طلعت عن طورها، طلعت عن سنن نبيها. كل السنن اللي وضعها محمد، محمد وضع الخير، الناس قامت تشتري الشر. مشترى محمد صلى الله عليه وآله وضع الصدق، الناس قامت تشتري الكذب. مشترى محمد خلى الحلال، الناس قامت تقبل على الحرام والعياذ بالله. محمد خلى الإنسانية، الناس اليوم مقبل على الطائفية بشكل مقيت، ما صارت لها عبرة. اللي وصلت داعش غير بعد داعش الناس تأخذ عبرة؟ رجعت الآن القوامة ورجعت الكلمات ورجعت، رجع اللحن الطائفي، بل شوف بدأ يطلع على الساحة. ناس تبتعد يوم بعد يوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن سننه، عن عترته. وإلا واقعا أنت تريد تقنعني أنه رسول الله وعترته سنه الفوضى، رسول الله وعترته سنه السرقة، الغش، الكذب، الاحتيال، الخيانة؟ هذا اللي يصير له أنا غلطان.